يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الإيجابية، يا صباح الجمال. بنقول لكم صباح الصحة، صباح الجمال من قناتنا الجميلة، قناة الصحة والجمال. النهاردة معانا حلقة مختلفة جدا، بس قبل ما أدخل في تفاصيل حلقتي النهاردة عايزة أقول اللي عنده حد حلو في حياته، حد بيكون مصدر طاقة إيجابية في حياته، حد بيديله دفعة دايما للأمام، مجرد البسمة منه بتغير حياته، مجرد الكلمة منه بتخليه يتقدم خطوات وخطوات وخطوات. المفروض ما يضايقوش وما يزعلوش وما يبقاش لود عليه كل شوية يضغط عليه وعلى أعصابه. اللي عنده حد جميل في حياته دايما بيكون سبب إن هو يكون كل يوم بيتقدم أكتر من اللي قبله، وكل يوم بيبقى ناجح أكتر من اللي قبله، يحافظ قوي عليه. النهارده معانا شباب مبدع وشباب ناجح من شبابنا، من شباب مصر. معايا مديرة حضانة فلاورز كيدز، صح كده؟ فلاورز كيدز. معايا مس وفاء سيد حفني، ومعايا مس نشوى عبد القادر. حقيقي انا اتشرفت بيهم، ويمكن سبب وجودهم هنا ودعوتهم في البرنامج حب الاطفال وحب الماميز ليهم. يعني الاثنين، يعني الماميز يجتمعوا هم واولادهم، ان الحضانه او الناس اللي موجودين في حضانه او اللي عاملين عليها او الاداره اللي موجوده جميله بكل تفاصيلها، ان هم يحبوهم وقلوبهم نفسها تتفق عليهم، كان لازم يكونوا موجودين معانا هنا النهارده في شبابنا مستقبلا. اهلا بيكم النهارده في البرنامج. اهلا بيكم. الامارات الحلوين، اخباركم ايه؟ الحمد لله. نورتوني. تقولوا للناس ايه؟ ها؟ تقولوا لهم ايه؟ باي. لا باي، احنا لسه. لا انا اقول لهم صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. طيب اعرف اساميكم واحد واحد بسرعه. ها؟ مريم. كارما، صح؟ كارما. لقدام. وعد. جميله. حمزه. لولي. 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 الله. ادم. 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 كلمي ادم. اللي بعد ادم مين؟ حمدي. حمدي. ها؟ حسن. يلا يا حسن، انت معاك الميكروفون. ايه حسن؟ حسن. حسن شاطر. اللي ورا حسن. سليمان. وجهاد. ياسر. الله، اسمك ايه؟ جنات. جنات. مين بعد جنات؟ حنان. الله. يلا يا فوفا، اسمك ايه؟ اسمك ايه يا فوفا؟ اسمك ايه؟ قول لهم اسمك ايه. اسمك ايه يا توت؟ اسمك ايه؟ لا لسه مخدوده. يلا. حور. الله، اللي جنب حور. تمارا. الله، حلوين منورين النهارده في استوديو قناه الصحه والجمال، نورتوا الدنيا كلها. يا رب يخليك. مبدئيا كده علشان حضانه يتفق عليها اغلب اللي اتعاملوا معاها انها بالجوده دي، سواء في الانشطه اللي بتقدمها او التاسيس بالنسبه للاطفال او الانشطه، فكان لازم تكونوا موجودين معانا ونقول لكم انتوا كسبتوا قلوب الناس دي ازاي. الحضانه بتعمل ايه؟ اول حاجه ان يعني سن الطفل وهو صغير بيبقى لازم ان انت تحتويه، تمام؟ ان هو بيبقى جاي طبعا خايف ومخضوض، فلازم ان انت تبقى محتوى كل ده. فالحمد لله يعني انت حتى لو هتلاحظي فيهم الحب ليهم لينا، اللي هو يعني شايفه، حسوا بالامان. فاهم قصدي؟ دي اهم حاجه، ان هم اصلا يحسوا بالامان في المكان. حقيقة. ويحسوا ان فعلا المكان ده بتاعهم هم. حقيقة. يعني مامتهم اللي موجوده، مش حد غريب او كده. يعني في الاول شيء طبيعي، ده طبيعي ان هو بيبقى خايف جدا. تمام. بس لانه بيغير عيله غير عيلته. بيغير بالظبط بالظبط. اكيد بيبقى مردود. بيبقى مردود، اللي هي اول مره اسيب ماما، اول مره اسيب ايه عيلتي. فبيبقى فبيبقى برده جاي خايف والكلام ده كله. يعني وقت صغير الحمد لله بيبقى يعني بيحس ان هو قد ايه اتطمن في المكان، وبيبقى يعني حتى هو مروح بيبقى مش عايز يروح. الحمد لله، ده حب من عند ربنا. الحمد لله. حور. حور، نسمع مس وفاء بتقول ايه. نسمع. يلا يا مس نشوى، يمكن حضرتك بقى كاداره للحضانه وكمديره الحضانه، تقول لنا ايه الحاجات اللي بتركزوا عليها كانشطه اكتر او بالنسبه للتاسيس للاطفال كمان؟ والله واحنا اكتر حاجه القران وحفظ الاناشيد القرانيه برضو. تمام. وطبعا المواد بقى الانجليش والماس والعربي والرياضه. يعني احنا زي ما بنركز اهم حاجه تعليم الدين. احنا بنركز تعليم الدين، ده اساس التربيه السليمه حقيقي. يعني هو اول حاجه بنبدا بيها اصلا، كل يوم اساسي القران بيبقى في الحضانه. انا ليا سؤال بسيط، احنا معروف ان احنا في مصر شقين، دين اسلامي ودين مسيحي. تمام. هل بتركزوا على الدين المسيحي زي ما بتركزوا على الدين الاسلامي؟
يعني لو في مسيحيات او مسيحيين موجودين بتخصصوا لهم برضو حصص ومدرس بيبقى والله موجود. هو لغايه دلوقتي ما قابلنيش لسه مش موجود معانا، بس لو كان حصل في المستقبل اكيد هيبقى اكيد طبعا صح كده. بالظبط تمام. طيب بالنسبة بقى للأولاد، يعني أنا عايز أعرف هم علشان نشغلهم بس معانا. عايزين نعرف بقى يعني طبعا الكورسات أنا عارفة إن في حساب وفي عربي وفي إنجليش صح كده. طب بالنسبة للأنشطة، هل هم مثلا القرآن حضرتك قلت إحنا بنركز على القرآن الكريم، يعني عايزين نشوف هم حافظين إيه من القرآن الكريم. طب يلا نقول اسم سيدنا محمد كلنا مع بعض. يلا ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب. الله الله عليكم، عليه الصلاة والسلام. مش احنا لما بنسمع اسم سيدنا محمد نقول ايه؟ عليه افضل الصلاة والسلام. شاطرين ما شاء الله عليكم. اركان الاسلام، فين حفظتكم الجميل ده؟ الله عليكم. طيب نقول بقى مس نشوى بتقول لكم اركان الاسلام ايه؟ اركان الاسلام ان لا اله الا الله، صلاة، الزكاة، من استطاع اليه سبيل. الله عليكم. لا ده حديث، ده حديث، ده حديث. الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. بتهتموا بالجانب يعني لو طفل مثلا بيحب الشعر، لو طفل عنده هوايه موهبه رسم، اكيد بتكتشفوها من خلال التعامل مع الاطفال. هي اصلا المواهب دي بتظهر في سن صغير دي حقيقه، فعلا مش في كذا فعلا. يعني احنا طب احنا معانا مواهب ايه مس وفاء؟ معانا جنات بتحب الشعر. الله جنات، انت بتعرفي تقولي شعر بجد؟ طب خدي المايك من حسن كده وسمعينا حاجه بسرعه. كنت تنسى انك تهون او تطمني بوجودك، كنت تنسى انك نسيني مش بلاقي كمان ردودك، كان صحابك هما وقتك، كنت انا في البيت بتولي لما كنت احتاج افضفض حتى مش بتقولي. يا لهوي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا ناس، الله عليك يا الله اجود. ولما كنت بعمل اكله حلوه كنت اقول لك حتى جامد، يعني كنت برن عليك حبيبتي ما شاء الله عليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. معانا مين تاني بقى ومواهب ايه تاني موجوده؟ لا في بيحبوا الرسم معظمهم. مين بيعرف يرسم؟ انا. بتحبوا ترسموا وتلونوا بجد؟ مريم انت حافظه اغاني؟ يعني مس وفاء ما حفظتي اغاني هي ومس نشوى؟ حافظه اغنيه ايه بقى؟ يلا لما هم كلهم ممكن يقولوها مع بعض. يقولوا ايه؟ انه قبل ما نغسل ايدينا قبل ما ناكل يا حور. لا كلنا مع بعض، خلينا مع بعض، خليكي معانا احنا هنغني اغنيه حلوه قوي. خليه معاكي، خليه معاكي، يلا كلنا كلنا مره قولي معاهم ماشي. يلا اقفي جنب حسن. مريم ما تسبقيش حد مع بعض، حور كلنا مع بعض. يلا يا حور تعالي بالمايك جنب حسن عشان نقول مع بعض. يلا حور تعالي هنا يا حور. يلا ماشي خلاص يا حسن، خلاص خلاص. طب يلا يلا يا حور قولي بقى هنقول ايه قبل ما نغسل ايدينا. يلا يلا يو يو ايه واش يو هاندس ايه بس رو واش يو هاندس اقل يو واش يو هاندس. الله اكبر عليك، واش يو هاندس. الله يعني احنا كمان حافظين اغاني بالانجليش. الله الله. طب مس نشوى يعني لما بتلاقي طفل موهوب كده بقى وليه كاريزمته الخاصه بيه، يعني بتعملوا ايه معاه؟ بتفسروا عن الولاد ولا بيبقى فيه اهتمام زياده عن الولاد ولا بيبقى فيه تواصل بينكم وبين الاسره؟ لو هو مثلا يفيق مثلا اصحابه ولا يعني هو لو عنده موهبه، يعني لسه بقول لمس نشوى لو هو عنده موهبه ظهرت عليه حاسين ان هو يفوق اصدقائه شويه. ايوه ايوه. يعني بتعملوا ايه بقى؟ بننميها معاه، بننمي المرحله ديت، بيبقى في تواصل وفي لينك دايما يا مس وفاء بينكم وبين البيت وبين الاهل. ايوه طبعا. تمام. في جروب اصلا عاملين الواتساب اي حاجه يعني اي تفاصيل لاي يوم هم اليومي على طول لازم نبعت على طول على الواتساب لو في اي حاجه اي حلو قوي. حلو قوي يعني في لينك دايما بينكم وبين البيت. بصوا الغالب واللي احنا شفناه في الفتره الاخيره ان الحضانات كانت بتركز على اليوم الترفيهي. اقول لك احنا عندنا اليوم الفان داي
ايوه كل شويه يقول لك الفن دي احنا مدين ولادنا يعني احنا عايزينهم يتعلموا عايزين يبقى في ترفيه. ايوه بالظبط. بس انا شايفه كل التركيز دلوقتي عن الحضانه بتقدم ايه في الفن دي. ايوه تعالي الحضانه بتقدم ايه في الفن دي الحضانه. أيوة. بتعمل ايه يشد او يجذب. أيوة. الاولاد. تعالي يا فوفا تعالي. يعني بتعمل ايه يشد او يجذب الاولاد. أيوة. طب لو احنا حابين نقول الجانب الترفيهي مهم جدا واحنا معترفين ان الجانب الترفيهي ده مهم جدا. طيب. صح كده. طيب. طيب لو عايزين نقول الجانب الترفيهي بجانب الجانب التعليمي معادله صعبه جدا بتوزنوها ازاي؟ احنا مخصصين يوم. هو يوم واحد بس. مخصصين يوم في الاسبوع اللي هو الخميس بيبقى ده اليوم فان داي بتاعهم بس. تمام. بيبقى ده اليوم بتاعهم. لكن طول الاسبوع دراسه. طول الاسبوع بيبقى فيه دراسه. طول الاسبوع دراسه. طول الاسبوع دراسه. هو يوم بس الخميس. يوم الخميس الفان داي. قولوا لي بقى بتعملوا ايه في الفان داي ده؟ بنرسم. بنقول اورال يعني ممكن زي نشيط زي كده بالانجلش بنراجع عليه. تمام. بنلعب بالصلصال. تمام. بنعمل بيه حروف كده ارقام كده يعني. تمام تمام ما شاء الله. طب هم حافظين ايه تاني عشان نشغلهم كده ونخليهم يبقوا نقول ايه مسنا شويه يعني انت شايفه ان هم ممكن يكونوا بيعملوا ايه معانا في الحلقه دلوقتي؟ عيب عيب. طب هل في عرض معين بيعملوه او حاجه؟ نقف مع بعض. حور تعالي هنا يا ماما عشان نسمع المايك فيسمعوا يتكلموا معاكي. تمام. كويس اللي زوكا زي ندي. خدي يا حسن المايك ده. طب نقول ايه؟ نقول ايه قرانيه كلنا مع بعض. يلا ماشي. نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ نقول سوره. نقول قران. نقول سوره قران. نقول سوره قران. عيب كده. خلوه مع حسن. خلوه مع حسن. طيب تعالي يا مريم. يلا 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 عشان احنا على الهوا. طب احنا ممكن ناخده خالص منه. احنا ممكن ناخده خالص منه على فكره. هات يا حسن. هات المايك. هات المايك يا حسن. خلاص تعالوا بقى جنبي. تعالوا جنبي. احنا هنشيل المايك خالص. لا احنا هنيجوا جنبي. يلا تعالوا جنبي ونبص للكاميرا بقى. تعالي يا مريم. تعالي يا روما. تعالي روما. تعالى يا حمزي. يلا نبص للكاميرا. ده احنا كده قلبنا خالص. تعال تعال يا تمارا. انا عايز. انت عايزه. احنا كده خلاص كلنا هنتكلم. بص للكاميرا عشان انا خلاص انا رحت في الزيطه. حنان انت حافظه ايه؟ طب بصي لمامي. بصي لمامي. هتقولي لمامي ايه؟ بصي ها هتقولي لمامي ايه؟ بصي في الكاميرا هنا مامي شايفاكي. هتقولي لها ايه؟ بام. طب هتقولي لها ايه؟ تقولي ايه يا مريم؟ تقولي لمامي. تقولي ايه لمامي يا حور؟ ايه يا حور؟ انا بحبك. ها؟ ها؟ انا بحبك. انا بحبك يا مريم. طيب احنا حافظين ايه في القران؟ يلا يلا نقول ايه؟ يلا مريم. لا لا يلا صوره صغيره. صوره صغيره حاجه واحده مش صغيره. شوفوا كلهم يبقوا حافظينها. طيب يلا. طب شوفي كده حاجه هم يقولوها. طب يلا نقول مع بعض. طب تعالى نقف هنا عشان كده. يلا نقول مع بعض. مش كده خلوهم عادي مش مشكله. نقول مع بعض يلا. ها نقول يلا يلا نقول. بصي هي مريم ومريم وتمارا وفي منهم بعضهم حافظ سوره المعون. تمام تمام. يلا يا مريومه. يلا تمارا. خدي يا مريم. تمارا. خدي يا مريم. يلا يلا. حاضر مريم تقول وبعد كده حسن. يلا يا مريم. تمارا تمارا. حاضر تمارا. حاضر. يلا يا مريم عشان وقت الحلقه. يلا يا جميل قولي. ينفع كده؟ هيقولوا ايه؟ يلا يلا نقول سوره المعون. رايت الذي. يلا. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون المعون المعون. الله عليك. بصوا بقى الاطفال في السن ده وانا يعني عشان انا درس صحه نفسيه فاحيانا. حاضر يا حسن. حاضر. احيانا جسمي كتير قوي بنلاقي اطفال كتيره بيعانوا من فرط الحركه. ايوه ايوه. اطفال بيبقى عندهم حركه رهيبه. دي حقيقه. قولوا لي بقى زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله في الاستوديو دلوقتي. طب هنقول اعضاء الجسم يعني ازاي بتجذبوهم ليكم ازاي بتسيطروا على فرط الحركه اللي عندهم ده؟ بيبقى يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشغلهم. نشغلهم بال يعني مثلا اغنيه من انشطه. بالظبط كده. هم على فكره ممكن نقول حاجه دلوقتي بارتس اوف ذا بادي. نقول اعضاء الجسم كلنا مع بعض. يلا يلا يا حسن. يلا قول على جسمك. انت يعني نور. فمد يعني نير. فم يعني نور. فم يعني موت. عين يعني صراع. يعني اه
الله عليك الله عليك الله عليك. جميلة يا مريم جميلة. انت عايزة تطلعي ايه يا مريم؟ وانت جميلة يا فوفا. انا وانت كمان. حاضر يا حمدي حاضر. بص للكاميرا يا حمدي. انا ومكبرينها. بصي يا مريم انت عايزة تطلعي ايه لما تكبري؟ تبقي ايه؟ محامية. تبقي محامية؟ الله انت فعلا لمضة. انت فعلا محامية. الله اكبر عليكي. وانت يا حور عايزة تبقي ايه لما تكبري؟ تطلعي ايه؟ دكتورة. الله جميلة. دكتورة جميلة قوي. وانت كمان دكتور؟ انا طيار. انا طيار. طب نبص للكاميرا كده. وانت كمان طيار. انت شكلك طيار بصراحه يا طيار. نبص للكاميرا كده. طب وانت بص. طب نرجع لورا. نرجع لورا عشان نعيد كده. نرجع لورا في ايه؟ نرجع لورا عشان نعيد كده. طب نرجع مكاننا عشان نقول حاجه جديده. يلا نرجع. لولي لولي تعالي نقف هنا كده. ينفع يا اولاد؟ يا اولاد يا اولاد يلا يا شباب. يلا قول ايام الاسبوع بالانجلش. طب يلا معاك. يعني انا شايفه ان ما شاء الله احنا فقدنا نعرفش السيطره. ايه يا كارما؟ طب ممكن نقف بقى لورا؟ طلع كده في الكاميرا. هاتوا 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 معايا كارما. كارما حسن حمدي. يلا حمدي يلا نقف هنا صغير وهنرجع لكم تاني. ما حدش يروح بعيد. انتظرونا. امشوا بسهولة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا براعم أكاديمية كيدز فلاورز. بصراحة أنا مبسوطة جدا بوجودهم النهاردة. استنى يا سولي استنى لما نسلم على الناس الأول ونقول لهم إن إحنا موجودين معاكم على الهواء وبعد كده هنبدأ. ماشي. إحنا لسه كنا بنتكلم على فرط الحركة وإن إحنا نسيطر على الأولاد بفقرات أو أنشطة. أيوة. أو يعملوا أي حاجة. المهم إن هم يشتغلوا وما يبقاش في حالة فراغ أبدا. أيوة. هم فيها. أيوة. طب إحنا عايزين نشغلهم دلوقتي عشان نسيطر عليهم. يلا يا أولاد نقول أيام الأسبوع. انت بتقول ايه يا سولي؟ الله شاطر يا سولي شاطر برافو عليك. طيب ايه تاني بقى ممكن بتقول ايه؟ تقول بسم الله. حافظ قران. عايز تقول. يلا يا سولي قول. قول يا سولي. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك معود واياك نستعين ادينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هاي معدوب عليهم ويا الضالين. شاطر يا سولي شاطر. يا كارما كارما انت حافظه حاجه؟ طب طب يا سولي ادي الميكروفون لكارما بس تسمعنا حاجه. ماشي ماشي ماشي. واحد واحد. يلا يا كارما. لا انا اقفي جنب سولي يا كارما. بصي سولي ماشي انت خلصتي اديها لكارما بقى. يلا يا سولي شاطر شاطر. سولي مؤدب. يلا يا كارما قولي بقى تقولي ايه؟ طب يلا نقولها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين. يلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طبعا نقول الفاتح. ماشي. اياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. شطوره. بس دي سوره الفاتحه صح كده؟ ايوه. كده حنان تقولي ايه المامي على الهوا؟ تقولي ايه المامي دلوقتي؟ تقولي المامي ايه؟ تقولي انا بحبك. تعالي تعالي هنا تعالي قريبه هنا اقفي قريب جنب سولي كده اقفي جنب سولي تقولي بصي بقى للكاميرا هنا تقولي المامي ايه؟ اقول لماما. لا انا هات هات يا سولي هات المايك علشان هي مش سامعانا. يلا يلا يا سولي. ماما بحبك يا ماما. الله عليكي بحبك يا ماما. شطور شطور. حمدي حمدي بتحب الحضانه؟ ادي المايك لحمدي بقى. ايه اكتر حاجه بتحبها في الحضانه يا حمدي؟ صباح الخير. تعالى قدام كده بس كده تمام. بتحب ايه في الحضانه؟ بحب بسم الله. لا بتاخد ايه الحاجات اللي انت بتحبها في الحضانه يا حمدي؟ اتنين وان تو وان تو. حسن ادي المايك لحسن بقى. حسن المايك لحسن. حسن انت بتحب مس وفاء ومس نشوى؟
تحبهم؟ بيدوا لك ايه في الحضانه؟ الف ها ب ت. انت بتلعب في الحضانه ولا ما فيش العاب؟ ما فيش؟ مش بتغنوا ولا بتغنوا في الحضانه؟ ارجعوا ورا شويه يا ولاد، ارجعوا ورا شويه، خلوا حسن بس قدام. وفي العاب، وفي العاب. قول بقى يا حسن، قول بتاخد ايه هناك؟ الف عربي و ب. شاطر. تعالي يا لولي. لولي اتنين وكلمات. الله الله. تعالي يا لولي جنب حسن كده. انت بتحبي الحضانه؟ بتحبي الحضانه اكتر ولا البيت اكتر؟ ها الحضانه اكتر. الله. فين حور؟ حور اختفت. حوري. فين حور؟ حوري. تعالي يا حور. انت خلعتي الجاكيت عشان ما عرفتكيش. حور بتحبي الحضانه اكتر ولا البيت اكتر يا حور؟ اديها يا حسن، اديها يا ميه. بتحبي الحضانه اكتر؟ بصي هنا، بصي هنا. بتحبي الحضانه اكتر ولا البيت اكتر؟ بتحبي الحضانه؟ ها البيت. البيت يا خبر ابيض. البيت عشان ماما فيه، عشان ماما موجوده صح. انت بتقولي لمامي ايه؟ ها بحبك. طب بصي للكاميرا يلا، قولي لمامي بحبك. الله عليك. طيب احنا عشان وقت الحلقه خلاص وقرب ينتهي، يعني حقيقه احنا كنا محتاجين وقت اكبر من كده. ايوه عشان معانا دول. حاضر. هنقول لها، هنقول لماما بحبك عشان انت ما قلتش ماما بحبك. الله حبيبي. طيب احنا لو عايزين نختم الحلقه دي بحاجه جميله كوجودكم بصراحه اللي منورني النهارده في البرنامج، تحبوا نختم الحلقه دي ازاي؟ يعني انا عايزه الولاد هم اللي يكونوا اخر حاجه موجوده في الحلقه. تمام. طيب يلا نقول ايه اسماء الولاد النبي. يلا طب نقف كلنا، يلا نقف بقى عشان نغني مع بعض اخر حاجه. يلا يلا يا حسن. حاضر. هنقول يا وفاء. حاضر. طب نقف بقى، نقف بقى. بصوا بقى المس وفاء كده عشان نشوف هنقول ايه. يلا وقفوا معاهم يا ادم. الحضانه ايه؟ يلا نغني مع بعض. الحضانه ايه؟ الحضانه حلوه. الحضانه ايه؟ اسمعوا تلعبين جوه. يلا عندك حضانة. أيوة. سننا في أول نروح نلعب كتير. حلوة الحضانة. الله العيال حلوة. نكون شاطرين وناخد الحروف ونتعلمها وناخد المشروب ونجيب حاجات حلوه. الله عليك. والله عليكم حقيقي نورتوني جدا النهارده في البرنامج، وانا نفسي مستمتعه جدا بوجودكم. ان شاء الله هنوعد الساده المشاهدين ان اللقاء هيتكرر تاني باذن الله. تعالوا جنبي بقى عشان نقفل الحلقه. يلا بسرعه 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 بسرعه. يلا يلا شاطرين. يلا نبص للكاميرا كده، نبص لهم ونقول لهم استنونا. ها استنونا الحلقه الجديده في برنامج شبابنا، في برنامج شبابنا مستقبلنا. ها شبابنا مستقبلنا. شاطرين. استنونا ان شاء الله حلقه جديده من برنامج شبابنا مستقبلنا، ومعانا براعم ناجحين من ولاد بوسط.